مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقع. طقس شديد الحرارة متوقع في مختلف أجزاء المملكة، زخات متفرقة من المطر في المناطق الجنوبية وخاصة الجنوبية الغربية من المملكة، أيضا هناك رياح نشطة في المناطق الشمالية. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة، وبالتالي تكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وشديدة الحرارة أيضا. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء حارة نسبيا، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 31 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، خلال الثلاثة أيام القادمة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. يوم الاثنين الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض 41 درجة مئوية، أجواء حارة وحارة نسبيا في النهار، حارة نهارا وحارة نسبيا ليلا. العظمى المتوقعة 41 والصغرى المتوقعة 31 درجة مئوية. كذلك يوم الثلاثاء أجواء حارة في النهار وحارة نسبيا في الليل، والعظمى المتوقعة في الرياض 41 درجة مئوية والصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية. الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة، 41 العظمى في الرياض والصغرى 29 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في معظم مناطق المملكة: إسكاكا 40-28، تبوك 38-25، عرعر 39-25، أجواء حارة في النهار وحارة نسبيا ليلا. المناطق الغربية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة: المدينة المنورة 42-30، جدة 38-29، ومكة المكرمة 45-31 درجة مئوية، والطائف 33-25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر: الباحة 27-21، أبها 31-19، جازان 36-31 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة: حفر الباطن 41-29، الدمام 39-31، والإحساء 42-29 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة في النهار وحارة نسبيا ليلا: حائل 38-25، بريدة 40-29، والرياض 40-30 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.